الميدان لا يشي بذل، يعني بصراحة الأمور بتقديري أنا مرتبطة بموضوع الرد الإيراني حتى نستطيع أن نحسم فعليا ماذا يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة. أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى ماهية الرد الإيراني ونتائجه وتأثير هذه النتائج على المعركة. هنا نستطيع أن نحسم الفكرة إذا كان هناك تأثير أو لا يكون هناك تأثير بالنسبة لمستقبل المعركة. أنه عندما يتحدث سماحة القائد عن موضوع الرد، أنا أستطيع أن أجزم أن هناك رد وأن هناك قرار بهذا الرد، والقرار بهذا الرد يعني بأنه الميدان بات مرتبط بجبهة أوسع من الجبهة المحدودة، أو خلينا نقول الجبهة اليوم التي يتم التركيز عليها اللي هي في جنوب لبنان، لأن كما تعلمون بالسابق كان التركيز على غزة، نعم اليوم التركيز على جنوب لبنان. بتقديري التركيز المقبل، أو أنا اليوم يعني أوجه تحليلاتي باتجاه الأوسع، المجال الأوسع الذي هو مجال الرد الإيراني. طيب، هناك من يتحدث بأن الحرب سواء حتى على مستوى غزة ستبقى على مدار شهرين إلى أن يتولى ترامب منصبه الجديد، هل تتفق مع هذا الرأي؟ هلا شوف موضوع الحرب، انه هل هي على مدار شهرين او ينتظر انه ان ياتي ترامب، انا ارى بانه يجب ان نتابع ردة فعل الديمقراطيين على نتائج الانتخابات، لانه جزء من الهزيمة كان نتيجة الحرب في المنطقة. فهل ينتقم الديمقراطيون اليوم لما فعله بهم الدولة العميقة بالإضافة إلى نتنياهو؟ لأنه لو وصل الديمقراطيون لتسوية في المنطقة قبل هذه الانتخابات لكانت الولايات المتأرجحة أعطت ربما أكثر زخم انتخابي لصالح كاميلا هاريس أكثر من ترامب، ولكن الشارع الذي انتفض وتحرك وكنا نتحدث عنه سابقا، هذا الشارع الذي انتفض وتحرك ضد الرأي أو ضد الموقف الأمريكي بالسكوت عن جرائم الاحتلال، قرابة 100,000 يعني بين شهيد وبين جريح، أكثر من 100,000، هناك 100,000 جريح وقرابة 50,000 جريح، 50,000 شهيد. فهذا يعني بأنه هناك إشكالية، هذه الإشكالية تمثلت في النتائج الانتخابية. فلذلك أعتقد بأنه يجب أن ننظر فعليا إلى تأثير نتيجة الانتخابات على أداء الإدارة الأمريكية. طيب، فنتيجة الانتخابات الأمريكية يعني هل تحمل الحرب إلى حين وصول ترامب؟ أنا تقديري الشخصي أنه إذا احتدم الصراع في المنطقة ربما تتوقف الحرب قبل أن يستلم ترامب، بالرغم من وجود حديث لدى ترامب بأنه هو يريد أن يرتب هذه الأمور ويرتب وقف إطلاق النار في المنطقة قبل وصوله. طيب دكتور زكريا، الأهداف النهائية لكل من إسرائيل وحزب الله وبالتالي تنتهي هذه الحرب، ما هي وفقا لمعلوماتك ومتابعتك؟ يعني شوف صراحة، هل الأمور مرتبطة فقط بالكيان الصهيوني وحزب الله؟ أنا بتقديري لا، الأمور أوسع، يعني هناك ربط للجبهات. يعني أنا أجزم لك، نحن من جهة لبنان لا نحن لدينا ارتباط بقطاع غزة، المعركة انطلقت إسناد لغزة، فأنه تتوقف المعركة في لبنان من دون حل في غزة هذا أمر غير متاح. فلذلك الموضوع ليس مرتبط بين حزب الله وبين الكيان الصهيوني. طيب خليني أخذ الجانب حكومة نتنياهو. حكومة نتنياهو إن استطاعت أن تحسم معركة فلماذا ستوقف الحرب؟ يعني لم نعتد نحن أن نرى حكومة العدو تذهب باتجاه وقف الحرب إذا كان لديها القدرة على حسم المعركة. أما إذا لم يكن لديها القدرة على حسم المعركة فهي ستذهب باتجاه التفاوض. هل هذا التفاوض متاح في المرحلة الحالية؟ أنا لا أرى وسيط يستطيع أن يرتب هذه المفاوضات. فلذلك يجب أن ننتظر على أقل تقدير، يعني ننتظر
لنرى ماذا سيحصل على مستوى الميدان وعلى مستوى الرد الإيراني. إذا كان الرد الإيراني أثر بشكل كبير على حكومة، على عفوا على الأداء العسكري في الميدان، فهذا الأمر حكمة ستكون نتيجته بشكل طبيعي أن تتوقف المعركة قبل ذلك. فلذلك يجب أن ننتظر فعليا ماذا سيحصل في الميدان وتحديدا في موضوع الرد الإيراني. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات ضيفا كريما من طرابلس، الدكتور زكريا حميدين مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء.